بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع عشر بمجموع هذه الأشواط، وأيضا يحمل فئة الجعدان. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع الشاهينية حمد المسلم بن حمرور العامري دقيقتين عشر ثواني نسير مع هذا الشوط وننطلق مع الصدارة والبداية. أتابع الشاهينية أو شاهين هنا على المقدمة والسلالة الشاهينية، هلال بن سلطان بن علي المقبالي يقدم لنا شاهين، بينما الوصول من شاهين أغنى القادم مروح مروح خليفة بن عبد الله، خليفة بن عبد الله القادم، خليفة بن عبد الله القعودي هذا القادم بهذه اللحظات. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وتابع الوصول والتقدم من شاهين قناص بن محمد بن قناص العامري، بينما رابع الأسماء وتابع شعار هادف بالحزم بن قناص العامري يقدم لنا أيضا شاهين، ولكن نعود إلى الصدارة ما شاء الله تبارك الله. مروح مروح راح مروح مع الصدارة، راح مع البداية بشعار خليفة بن عبد الله القعودي ما شاء الله على هذا الانطلاق المميز هنا. القعودي أيضا القادم والمنطلق، ولكن المقبالي قادم، شاهين هلال بن سلطان المقبالي، المقبالي قادم. الله وبن ضبون مع الصدارة، بن ضبون هنا شعار بن ضبون هذا ايضا مع مقدمة الشوط والرقص سعيد بن سليم بن ضبون العامري. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان فيه ايضا اللي هو شاهين هلال بن سلطان المقبالي على ثاني الاسماء. المركز الثالث شاهين بشعار هادف او هادف بالحزمي بن قناص العامري مع ثالث الاسماء. نعود بالتوقيت الزمني دقيقتين و13 ثانيه و80 جزء من الثانيه، سجل معنا مروح خليفه بن عبد الله القعودي هنا